كام تاريخه كام استاذ هشام سليمان؟ يا استاذ معلش استاذ هشام. اي فندم معاك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك، معاك الاستاذ عبد الستار طبعا فتحي رئيس الرقابه، ومعنا الاستاذ طارق الشناوي. اهلا وسهلا استاذ هشام، قول لنا رايك في هذا الموضوع. هل انتوا تقدمتوا للرقابه بموضوع فيلم روائي عن فرعون الخروج او عن سيدنا موسى اخراج ريدلي سكوت كما هو؟ هما بيقولوا انتوا تقدمتوا بطلب شويه شطاط لحاجات عن السياحه في مصر وهذا من هذا القبيل يعني. يعني طبعا الكلام ده عالي تماما، صح. اسمح لي ابتدي كلامي ان انا ابتدي مع حضرتك احكي لك القصه من الاول. اتفضل. احنا لما جالنا الفيلم، كان الفيلم زي ده يتصور في مصر الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده، كان حاجه مهمه جدا. تمام. وكان عندنا قناعه تماما ان احنا لو عرفنا نجيب الناس دي في مصر، احنا بنجيب العالم كله ان احنا مصر فيها ناس محترفين يصوروا فيلم زي ده، احنا اقوى من المغرب بكتير. احنا ده اللي بنحاول نعمله من اكثر من حوالي 15 سنه مع استاذ يوسف شاهين. فالنهارده لما يجي لنا فيلم زي ده، كان مفاجاه بالنسبه لنا ان الناس طلبوا انهم يجوا لنا في مصر. هم لما جولنا في مصر كانوا عايزين يصوروا في النيل، فتقدمنا للرقابه على المصنفات الفنيه وقلنا لهم الجواب اللي عند حضرتك بتاريخ 26/3 عشان استاذ عبد الستار بيسال تاريخ كام؟ الجواب ده بتاريخ 26/3 وخد موافقه على الرقابه للمصنفات رقم 134. اللي على الشاشه ده فيلم، تمام، الفيلم الخروج بتاعنا اهو واخد موافقه ب 26/3 سنه 26/3 رقم 134. تمام. كان ساعتها رئيس الرقابه هو الاستاذ احمد عوض. الموضوع على ذكر لو حضرتك يا استاذ اتفضل ويقروا ايه المكتوب بالظبط. المكتوب بالظبط الفيلم يعني اللي هو ملخص فيلم بالملي، يعني هتلاقي ان احنا بنقول ان هم يدعون ان فرعون هو الله، ويدعون ان كذا، وفي فتى اسمه مش عارف مين ليوسف، والفيلم سنه 1300. انا يا ريت حضرتك تقربوا شويه او حد يقرا لنا على الهواء الكلام ده قدام الناس كلها. ولو عندي هنا معايا ثانيه واحده هقراه، ثانيه واحده هقراه يا بيه. انا بس على الهواء يا فندم، انا مع حضرتك. فيلم الخروج للمخرج ريدلي سكوت، القصه التوراتيه ذات ابعاد مروعه، قصه غير عاديه من سقوط ثم ارتفاع سيدنا موسى العمه الملكية ان ابنه العاشق المخطب. ده القصة في ممفيس في مصر سنة 1300 قبل الميلاد. العداوة بين المصريين للامبراطورية الحيثية جارية. نجتمع ابن عم الملك رمسيس ابن الله تعالى كما يسمونه الفرعون سيتي، وموسى الذي يؤكده التاريخ الغامض في رحلة الحياة المتغيرة. موسى يتطوع بنفسه الى السفر الى جوشين واميونج تحت قيادة من فرعون العم، وهنا يلتقي عالم بين العبيد الذي يكتشف قصة مذهلة اسرار موسى والبدايات الحقيقيه. وقد نجح رمسيس الوصول الى عرش مصر حتى يبدا الله سبحانه وتعالى سقوط موسى مع اسرار الماضي. كشفت ان قصر موسى هو من دفع الياس في المنفى ليله العاصفه البريه وويلات على جبل سيناء، ومن ان موسى اول موجهات هذا الفتى الذي ستتضع فيما بعد نزول الوحي الى موسى من الله. في ذروه الاحداث موسى ورمسيس يتحدون بعضهم ونصل الى سفك الدماء. رمسيس يامر موسى في العبريه الى في العبور الى المنفى من الارض. الان موسى يبدا رحله ملحميه الى ارض كنعان، المشهد الاخير من الترقب والخوف على مصير شقيقه. ده بتاريخ 26/3/134. استاذه رشا ابراهيم هي اللي مستلمه. التصريح على اليمين ده وزاره الثقافه، واللي على الشمال ده رقابه على المصنفات الفنيه، وفي النص حد فاضي بس دي فورمه انا مش واخد بالي من الاسم اسمه ايه، بتاريخ 26/3/2014. اوكي، ما كنتش موجود انا في التاريخ ده، مش هدافع عن حد. عن احد فرعونات الدوله. اوكي اوكي، انا بتكلم عن اللي جالي انا. تمام. انا مش سامع كويس، بس حضرتك قول له بس. اتفضل حضرتك كلمه. اللي جالي استاذ هشام، اسمع استاذ عبد الستار. اللي جالي انا طلب 10 شطات بتاريخ 29/5. 10 شطات يتصوروا في مصر، فوافقت عليهم لانهم صور جماليه زي ما قال. كل الحكايه خلاص. استاذ عبد الستار ما عندناش احنا ده في شهر 3. الصور الجماليه دي مش تبعي، انا ما اعرفش حضرتك بتتكلم عن ايه. بيقول ايه؟ بيقول لك انا حضرتك الصور الجماليه دي مش تبعه، وهو الشركه المنوطه عن ريدلي سكوت او الشركه الامريكيه فوكس. فبيقول لك حضرتك بتتكلم على حاجه مش تبعه، هو ما عمره ما قدم حاجه عن شطات جماليه ولا يعرف اي حاجه. هو ده اللي قدمه، وهو ده اللي خد على اساسه اذن من وزاره الداخليه. هو ده السيناريو اللي انت قدمته الورقه دي، ولا قدمت سيناريو؟ لا يا فندم، ما قدمتش سيناريو.
قدمت سيناريو؟ ما قدمش سيناريو، هو ده الورق اللي قدمه واللي توافق عليه. وقالوا فيلم روائي خيالي وكل حاجه. قالوا كل حاجه. اوكي. وقال حتى برضه ياسر دفاع عن احمد، ده مش سيناريو اولا. انا بتكلم عن التجربه اللي انا اللي جات لي انا. وانا لو اعرف انا هجيبها او ممكن ابعتها بالفاكس للاستاذ مدحت. هو بيقدموا سيناريو الفيلم المفترض؟ طبعا. لما جه ازاي صوروا ده؟ يبقى في الدوله متسيبه. اتفضل يا استاذ هشام. طب سنه هذا الصوره بس يصور ازاي صور؟ نسمع الاستاذ هشام بس. اتفضل يا استاذ هشام. معلش حضرتك وانا حاجه، قرار اللجنه الوزاريه لحجم ازمه التجربه في تسجيل الافلام الاجنبيه في مصر، القرار ده كان اجتمعت في اللجنه الوزاريه دي استاذ محمد ابو سعد رئيس قطاع مكتب وزير الثقافه ورئيس صندوق التنميه الثقافيه، واستاذ كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، واستاذ احمد عواض رئيس المركز رئيس الرقابه على المنصات الفنيه، واستاذ خالد عبد الجليل مستشار الوزير، والاستاذ خالد يوسف المخرج المعروف طبعا. طبعا. دول اللجنه دي قررت الاتي: نمره واحد، عدم التعامل مع الفيلم الاجنبي كنظيره المصري والحصول في المواقع كامله على ذكر لي فيهم. اتفضل يا استاذ هشام. كررت ايه اول قرار؟ عدم التعامل مع الفيلم الاجنبي كالتعامل مع الفيلم المصري. فيما يخص ايه؟ والحصول على موافقه كامله على اجمالي السيناريو، بل يتم عرض ملخص السيناريو فقط بالاضافه الى اجمالي المشاهد التي تم عرض تصويرها في مصر. تمام. يعني هو دلوقتي اللجنه التي اجتمعت، بعد اذنك استاذ هشام، اللجنه اللي اجتمعت قالت اللجنه دي في اطار ايه؟ في اطار وزاره الثقافه. ماليش دعوه بقى، انا بتكلم عن الرقابه بس. على الاستاذ احمد عواض رئيس الرقابه. لا، احمد عواض في السينما المركز القومي. لا احمد هنا دوره هنا كعضو في لجنه السينما. ثانيه واحده يا فندم. لا مش علاقه بالسينما. احمد عواض، ثانيه واحده، احمد عواض كان رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه في حين عبد العزيز. تمام. والاستاذ كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافه. نعم. رئيس لجنه السينما. خالد يوسف. وخالد يوسف رئيس لجنه السينما والمخرج. فالناس اجتمعوا وقالوا ان احنا لن نعامل تحت مظله الدوله، تحت مظله ما وزاره الثقافه اهو. ايوه، هذا كلام ترجم لقوانين ولا لوائح استاذي؟ يعني واحنا قاعدين في قاعده ممكن نقترح اي حاجه. مش اخترت قرار استاذ عبد الستار. قرار الدوله تبقى فين؟ قرار ايه؟ هو القرار بيطلع كده؟ ممكن اكمل يا دكتور؟ هم قالوا معلش يا دكتور اكمل بس. اتفضل يا فندم. اتفضل. ده القرار الاولاني. هالقرار بقى بيسال الاستاذ عبد الستار، هذا القرار صادر من اللجنه دي بصفتها لجنه منوط عن الدوله بهذا القرار عن وزاره الثقافه؟ طبعا طبعا. اتفضل. تحت مظله الدوله. ايام صبر عرب بس. اتفضل. ان شاء الله تبقى ايام فرعون. اتفضل. اتفضل يا استاذ هشام. تفضيل كده يا فندم، تفضيل كده يا دكتور مدحت. انا خدت التصريح بتاعي فعلا في رقابه مصنفه الفنيه بعد 48 ساعه والمركز القومي للسينما برئاسه الدكتور كمال عبد العزيز الثاني مشكورا. جواب احكي للجمرك، والجمرك هو كمان الجمرك خرج لي كل المعدات بدون تطابق. فده بالنسبه لحاجه كبيره جدا، لان مصر كانت مشكلتها في التصوير الاجنبي خطاب الضمان والرقابه على المصنفات دي بتقعد ثلاث اشهر، والخطاب الضمان بيدفعهم 50% و60% على قيمه المعدات. فانا بقول لحضرتك ان القرار ده تفعل فعلا، اللجنه دي فعلت خطابها فعلا وخرج المعدات بتاعتي، خرجت بعد 24 ساعه كويس خط الضمان والمعدات كلها دخلت مصر. هايل. ده بحد ذاته انتصار يعني. تمام. انتصار رهيب. انتصار ملوش حل. تمام. وبعد كده دفعنا لنقابة المهن التمثيلية ودفعنا عند حضرتك كل تصريح يا دكتور مدحت. تمام. بعدين حضرتك يا دكتور لو هيجيبوها لنا على الهواء الكنترول، لو سمعنا يجيب لنا على الهواء. ده الاولاني الرقابة، نمرة اثنين هيجيب لي نقابة المهن الاجتماعية التصريح بتاعها. او في بيان مواقع، وفي عندي بيان مواقع التصوير كلها بالتفصيل. وزارة الداخلية. وزارة الداخلية كل حاجة عندي هنا. صور ايه يعني؟ صور السيناريو ده ولا صور الشطات اللي انا بقول عليها؟ لا مش انت بتقول عليها. لا مش صور ايه؟ صور الفيلم هنا في مصر. طب يكمل استاذ هشام وبعدين نسال. اتفضل يا استاذ هشام. يعني ما يمشي السؤال ده لأ. احنا معانا كمان يا جماعة، معلش يا استاذ هشام ثانية، ده معانا كمان الاستاذ كمال عبد العزيز على التليفون. عظيم. استاذ كمال. مساء الخير دكتور مدحت. ازاي حضرتك استاذ كمال؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانت طيب يا استاذ كمال. قول لنا معلش، احنا هناخد من هشام استاذ هشام الميكروفون ونخليه معاك انت بقى. قول لنا انت كنت في هذه اللجنه اللي كانت مسؤوله عن تغير مهم جدا من وجهه نظري وممكن استاذ ستار واستاذ عبد الستار في الفيلم الاجنبي لو يعامل كالفيلم المصري، يقدم ملخص الفيلم، نطلع الكاميرات والمعدات بسرعه، وان ده هيساعد على الطريق في ان احنا نصور في مصر بدل ما نصور في المغرب. قول لي اللجنه دي كانت تحت مظله ايه يا استاذ كمال؟ هقول لحضرتك حاجه. اوكي. اتفضل. الو. اتفضل يا استاذ كمال، سامعينا. هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اتفضل. مفيش اي مخرج سواء مصري او اجنبي يحط الكاميرا في الشارع ويصور الا بوجود
تصريحات أمنية. تمام. مفيش فيلم بيبتدي تصوير إلا لما يبقى فيه موافقة رقابة. تمام. أي سيناريو بيتقدم الأول خطوة للرقابة ياخد موافقة رقابة، وبعدين موافقة الرقابة دي بالنسبة للفيلم الأجنبي بيقدمه لستة بالأعضاء الفريق التصوير، فريق التصوير ده بيروح للجهات الأمنية عشان لو في اعتراض على أي اسم منهم، في حد إرهابي، في حد مطلوب، في حاجة بيعترضوا على أي حد أو ما يعترضوش يقولوا أوكي. تمام. بيروح النقابة، النقابة بتديله جوابات للجهات الأمنية. كويس. إن الفيلم ده توافق عليه رقابيا والأمن وافق، أرجوكم وافقوا لنا على أماكن التصوير 1 2 3. تمام. لما بيجي بنصور شركة الإنتاج بتبلغ الجهة المنطقة اللي بتصور فيها المسؤولين عن الأمن. بيبقوا معاهم مرافقين ليهم. تمام. عشان يحموهم ويعرفوا يصوروا. عشان يعرفوا يصوروا ويأمنوهم وكل حاجة. كويس. الغريب إن بيان وزارة الثقافة هيقول لك إن الفيلم ده اتصور خلسة. ده إهانة للسلطات الأمنية والسيادية في البلد، لكنهم مش عارفين إيه اللي بيحصل. عين الواقع ان الناس دي مهينة، ان الجهات الامنية كانت عارفة خطوة بخطوة ايه اللي بيحصل، خاصة المخرج محمد ريدلي سكوت يعني مش مهينة العكس والعكس مهينة ليه؟ ما تخش حد يصور انت وامنوا الفريق العمل، وامنوا فريق العمل ده الامريكي الضخم جدا اللي كان موجود لغاية ما خلص شغله وغادر البلاد. ده تصريح يا استاذ كمال، ده تصريح وزارة الداخلية اللي موجودة على الشاشة بالاذن بالضبط. بالتصوير. لا ده قبل المهنة التمثيلية. اسف. ممكن ازاي يطلع بيان من وزارة الثقافة يقول لك اتصور خلسة. تمام. وبعدين بيطلع حد من الرقابة مع فريق التصوير يحضر التصوير. في حد طلع مع فريق التصوير؟ محدش. الفيلم طلع اتصور في مصر، خرج من مصر ازاي الفيلم؟ خرج من مصر ازاي؟ بالخلال بيان عن الرقابة ازاي؟ المركز القومي اديت موافقة رقابة للفيلم يتصور. استاذ انا اديت موافقة الفيلم يتصور. ايوه الرقيب الرقابة يعني. يعني سيناريو ريدلي سكوت اتصور في مصر، الموافقة اللي اتعرضت من شوية، السيناريو اتصور في مصر يا استاذ كمال، موافقة بتصوير الفيلم بالتفاصيل اللي كتبها، السيناريو اتصور في مصر في الانتاج. نعم. السيناريو اتصور في مصر اجزاء منه يعني 10 دقايق بس اللي اتصور في مصر، اللي هم ايه؟ بقية الفيلم اللي اتعرضوا عليك اللي هم العشر لقطات. لا العشر لقطات انت قلت دلوقتي ده حاجة تانية. العشر اللي هم عندي تانية. انا العشر لقطات. أيوة. اللي هو اللي صار بالمنطاد من فوق للنيل وابو سمبل مع الاستاذ هشام سليمان بيقول لك تفصيل. أيوة. اتصور في 10 مشاهد. ايوه صح 10 مشاهد بس. انا بقى افهم هعرف ارد. أيوة. استاذ هشام بعد اذنك بس ثانية واحدة. استاذ هشام انتوا المشاهد اللي اتصورت اتبعتت المشاهد اللي اتصورت اتبعتت بشكل تفصيلي للرقابه وافقت عليها وابتديتوا التصوير؟ ايوه يا دكتور. المشاهد اللي بيتكلم عليها دكتور استاذ عبد الستار موجوده، اللي هو المشاهد اللي تم تصويرها في مصر يا استاذ عبد الستار اتبعتت بشكل تفصيلي متوافق عليها وموجوده في الفيلم، ودي اللي تم تصويرها. ما دي اللقطات اللي هي مش مالهاش علاقه بالفيلم اللي بيقول عليها من الاول. لا يا استاذ عبد الستار معلش حضرتك، انت خدت في رقيب حضر معاك تصوير؟ انت عارف ازاي ان دي مش هي اللقطات اللي في المقطع؟ الاستاذ الاستاذ عارف ازاي ان دي مش اللقطات؟ في رقيب حضر معاك تصوير؟ لا ما عنديش رقيب حضر التصوير. طيب خرجت النسخه ازاي من مصر؟ خرجت احكي حضرتك يا دكتور يا استاذ عبد الستار، انا بحكي لحضرتك مفيش فيلم بيخرج مصر من غير الرقابه. لا يا فندم لا يا فندم ازاي؟ بيحصل كالاتي، يعني الجواب اللي انا باخده بيتكتب فيه كالاتي، مع العلم حضور رقيب بالتصوير، لو اتكتب كده بجيب رقيب، لو ما اتكتبش كده ما بجيبش رقيب، دي حاجه معروفه ده بديهيه. إيه؟ ده لو بيتكتب على التصريح حضرتك عندي تصريح من عند حضرتك رقيب بيجيب رقيب وما كتبش يعني. انت صورت وخرجت النسخه عن طريق المركز القومي ولا عن طريق الرقابه؟ عن طريق المركز القومي للسينما. ما وزاره الثقافه برضه يا استاذ. لا خلاص انا بتكلم عن الناس. طيب انا معانا كمان الدكتور محمد العدل عضو جابت الابداع. يا دكتور انا بعد اذنك انا داخل اجاوب على سؤال انت سالته ومحدش جاوب عليه، اللي هو هذا القرار اتاخد تحت مظله ايه؟ انت سالت السؤال ده اللي هو خالد يوسف واللي هو اللجنه اللي اجتمعت. انا كنت حاضر هذا الاجتماع. كنت حاضر هذا الاجتماع. اتفضل. انا كنت حاضر هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع كان لجنه وزاريه فيها 9 وزراء، كان فيها الدكتور زياد بهاء الدين، كان فيها
الدكتور أشرف العربي، كان فيها وزير المالية، كان فيها وزير الثقافة، كان في تسع وزراء كانوا موجودين، تم اتخاذ قرارين مهمين يوميها. القرار الأول هو توحيد شباك لكل الأعمال اللي هو ما يسمى بالشباك الواحد، بحيث ان اي منتج يحب يصور يروح يدخل ياخد كل تصاريحه من شباك واحد. وكان هذا الشباك لسه هذا الامر اوكي المركز القومي للسينما. تاني حاجه، انتوا سامعيني ولا مش سامعينك؟ يا دكتور اتفضل. سامعينك يا دكتور؟ اتفضل اتفضل يا دكتور، سامعينك. طيب تاني قرار اتاخد اللي هو ان لا يعتبر الفيلم، لا يعرض الفيلم على يعني الرقابه تاخد فكره عن الفيلم، لكن مالهاش دعوه غير بعد الفيلم ما يتصور سواء توافق يعرض او لا يعرض. ده القرار اللي اتاخد، ان ما يتقدمش سيناريو، يتقدم مجرد فكره عن الفيلم ويصوروا وياخدوا بعضهم، واما يجي الفيلم نفسه بعد الرقابه توافق عليه او ما توافقش. لكن دول قرارين اتاخدوا في لجنه وزاريه فيها دكتور زياد بهاء الدين ساعتها، وكان نائب رئيس الوزراء. نائب رئيس الوزراء كان نائب رئيس الوزراء بالظبط، نائب رئيس الوزراء دكتور اللجنه الوزاريه. مع تسع مع ثمان وزراء كمان موجودين ومع اللجنه دي، وبالتالي ده كان المظله اللي انت سالت عليها. الكلام ده طلع تحت انهي المظله؟ شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. انا بس ده بوضح النقطه دي، ان مش دول قعدوا، مش الناس دي قعدت مع بعض وطلعت قرار، لا دي لجنه وزاريه خاصه بحل مشكله السينما، عشان كنا بنتناقش في فكره التصوير داخل مصر والتصوير خارجي. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. استاذ كمال، تحب حضرتك تضيف شيء؟ انا بس كان يعني من ناحيه بعيد عن الاجراءات، هذا كان نفسي ان الفيلم ده يتعرض ويحصل عليه ندوات، ويحصل عليه نقاشات، ويحصل عليه نقاد الشرفاء يطلعوا كل الاخطاء اللي فيه، ويحصل حوار ديمقراطي سياسي تاريخي ليه قيمه. احنا مش شعب قاصر عشان تقول لي تتفرج على ده وما تتفرجش على ده. ما الفيلم ده زي ما حضرتك قلت هينزل من على النت، كل الناس هتنزل من على الانترنت. اشكرك يا استاذ كمال على هذا الاقتراح. استاذ هشام عايز اضيف كلمه اخيره بس. اتفضل يا استاذ هشام. بالنسبه للرقابه والفن والرقابه عموما، هو في اعظم من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. طب ما ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل في القران ان فرعون بيقول انا ربكم الاعلى. في حد في يعني لو انا ربنا استغفر الله العظيم اكتشفت كلمه انا ربكم الاعلى من القران، لكن ليه هو حط لنا انا ربكم الاعلى في القران؟ عشان يعرفنا جميعا ان خلاص في حد يقول انا ربكم الاعلى، فيقول له خلاص انت ربنا، طب هنبعت لك حد يهديك ويعمل ويعمل فك. لكن لو هو كان شايل كلمه انا ربكم الاعلى من القران، ما كناش احنا عرفنا جبروت فرعون. استاذ هشام اشكرك، شكرا جزيلا على المداخله القيمه.